الله يبارك فيك. مباشرة من أول مشاركة بلشتوا إنجازات، كيف؟ والله كنا نحن تقريبا عمر الإسطبل سنة، وبدينا طبعا في الإمارات، كان بداية الموسم الماضي، وكانت تأسيس وبدايات، وتعرف الواحد يتعلم من البداية. والحمد لله أنت اجتزنا يعني سباقات كثيرة في الإمارات، منها كأس الشيخ سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وركضنا في كأس رئيس الدولة، يعني اكسبيرينس بعد الحالة هاي تجربة قوية، تركض 160 كيلومتر. البعض بيقول إنه سباقات القدرة بس لمنطقتنا، وهذا الحكي لا أبداً طبعاً. لا أبداً، الرياضة هذه شعبيتها كبيرة جداً في أوروبا وأمريكا الجنوبية، في حتى في كثير دول في أفريقيا، بريطانيا، إيرلندا، فرنسا، حتى تونس، حتى في دول كثيرة عربية، الأردن، وكثير من الدول موجودة. أنت تدرب؟ أنا أدرب وأركب خيل، لكن في المشاركات أدرب. الخيل اللي فازت أنت مدربها؟ نعم، ملاكها. التدريب صعب؟ جدا صعب. صعب؟ نعم، تحتاج صبر وتحتاج مراقبة الخيل يوما بيوم، وتشوف الفرق في لياقتها، وترفع من معدل اللياقة فيها ومعدل الصبر فيها، يعني تاخذ معاك يمكن 3 شهور عشان يوم. احيانا بخلال السباق بصير ديسكواليفيكيشن، بيكون في شيء يعني الخيل تجهد. نعم صح. نعم، هذه كيف ضبطوها الامور؟ يعني ساعات يكون الحظ مو بحظك يعني، او يومك ما يكون يعني مناسب لك اليوم، او حجر صغير يتعثر فيه الخيل، يتالم منه، يبدا يعرج منه، يطلع من السباق. بس الواحد يعني مثل ما تقول التمرين المنضبط، وتشوف اليوم المناسب لهذه الخيل انها تدخل في السباق، والباقي الحظ حليفك. بلشت 120، قديش صعب لتوصلوا 160؟ 160 ركضنا 160 بس بأوروبا. ما نافسنا. ايه ما نافسنا، ان شاء الله السنه الجايه بنكون منافسين. نحن نافسنا السنه الماضيه في 160، لكن ما حالفنا الحظ ان ندخل في التوب 10.